اوكي دلوقتي خلاص احنا خلاص كده انتهينا. طب المرحله الجايه ايه؟ المرحله الجايه احنا بنفكر فيها ازاي؟ المرحله الجايه عايزين النادي الاهلي مسيرته يعني تستمر. عشان كده فكرنا، او انا الحقيقه فكرت في وضع ايه اللي بفكر، ايه اللي بفكر فيه الفتره الجايه اللي لسه هعرضه على الزملاء في مجلس اداره القادم. استكمال التطوير الاداري، زياده الاستثمارات وتنميه الموارد، انجاح شركات النادي الاهلي، استاد النادي الاهلي، استكمال تطوير النشاط الرياضي، اعداد ابطال المستقبل، تحضير كوادر جديده، دور النادي الاهلي في المجتمع، ولسه في احلام اكبر وكمان وعندنا اهداف اكتر. كل دوت مجرد رؤيه للي جاي، لكن احنا عندنا احلام اكبر وعندنا باذن الله يعني مستقبل او اهداف اكتر من اللي احنا اتكلمنا فيها. عشان كده اللي ابتديناه هنكمله باذن الله. ومن هنا يعني بعلن ترشحي لمجلس إدارة القادم بإذن الله. أنا بشكر كل زمايلي في مجلس إدارة، واخر جلسه في مجلس الاداره اللي فات، مش اخر جلسه، اخر جلسه سابقه يعني، انا افتتحت الجلسه بشكر المجلس كله وقلت لهم بشكركم على الفتره اللي فاتت كلها، وقلت لهم كمان ان في كلام كتير في زمايلكم بره عايزين يدخلوا، وده حق لكل الناس. انا ما اديتش عود لحد ومش هدي العود لحد، ومش هتكلم في الانتخابات إلا بعد المؤتمر ده. فمن بكرة إن شاء الله الصبح هبتدي أتكلم في انتخابات. عندنا 4 5 أيام بس. النادي الأهلي مش محتاج ده، النادي الأهلي محتاج فترة صغيرة جدا. كل محبي النادي الأهلي اللي عاوز يدخل في النادي الأهلي أهلا وسهلا، لكن العرف اللي موجود عند النادي الأهلي من زمن، من أيام رحمة الله عليهم فريق مرتجي اللي أنا حصرتهم يعني، فريق مرتجي كان والد بالنسبة لي، والكابتن صلاح سليم اللي هو برضه بعتبره اخ كبير بالنسبه لي. الاثنين كانوا بيبقى عندهم زي لجنه الحكماء، مجموعه من الناس اعضاء النادي عندهم خبرات في النادي، عندهم خبرات في الحياه الاداريه، عندهم خبرات في الحياه الاستثماريه، عندهم خبرات كتير. بيقعدوا، وانا قعدت ده، انا دخلت مجلس اداره سنه 88، سنة 90 ما دخلتش مع الكابتن صالح لغاية 2000. الفترة دي أنا كنت واحد من اللي كانوا بيتاخد رأيي. مين أدي أسماء الناس كلها، مين الأسماء اللي بتواكب أو مؤهلة تكون موجودة للفترة اللي جاية؟ ده اللي كنا بنعمله كل السنين دي. من هنا برضو يعني الدورة اللي فاتت أنا عملت الدور ده، وبعض الحكماء اللي هم منهم ناس توفت رحمة الله عليهم، واتكلمت مع الناس كلها في ان احنا ازاي نفكر فيما هو قادم، وبناء عليه تم ترشيح مجلس إدارة الحالي. المجموعة دي ملهاش هدف غير مصلحة الاهلي، وانا ماليش هدف غير مصلحة الاهلي، ومجلس إدارة الحالي والسابق والقادم ملوش مصلحة غير النادي الاهلي. انا بكرة الله هبتدي اجتمع بالناس، لان انا برضو مش عاوز، ما كنتش عايز اتكلم خالص في الانتخابات. من بكره باذن الله هبتدي اجتمع بالناس وهنتدارس كل الفتره الجايه ايه واحتياجاتها ايه. ده يعني عشان بس موضوع الانتخابات ده، علشان في النهايه كان لازم اقول